احييكم من معراب الى هذه المقابله الخاصه التي نجريها مع رئيس حزب القوات اللبنانيه الدكتور سمير جعجع. مساء الخير دكتور جعجع واهلا بكم على شاشه الحدث. مساء النور. ابدا معكم بالاستحقاق الرئاسي من المفترض ان تنتهي المهله الدستوريه لانتخاب رئيس اواخر الشهر الجاري. بحسب معطياتكم هل هناك امكانيه جديه لانتخاب رئيس جديد؟ أه صراحه المعطيات مش مش واضحه تماما. لأن الفريق الآخر مصمم على تعطيل الانتخاب لسبب بسيط هو أنه لديه خلافات كبيرة بين فرقائه يعني كما الكل يعرف جبران باسيل غير راض بإسلامية فرنجية وحزب الله حتى أشعار آخر لن يقدم على ترشيح جبران باسيل وبالتالي الأمور واقفة عند هذا الحد عند الفريق الآخر هلا عند فريق المعارضة هناك نية للوصول إلى انتخابات رئاسية خلال المهلة الدستورية. كما تبين من الجلسة الأولى هناك عمل علينا أن نقوم به بعد عمل إضافي أو أن يقوم به بعض أطراف المعارضة لكي نتمكن من جمع صوتنا وبالتالي الذهاب إلى انتخابات رئاسية ولكن في هذه الحالة ماذا سيفعل فريق الممانعة؟ أعتقد أنه سيلجأ إلى التعطيل طيب قبل أن نفصل أكثر ماذا يمكن أن تكون ردة فعل فريق الممانعة أود أن أعرف منكم مساعيكم لتوحيد يعني المعارضة حول اسم مرشح واحد يمثل كل جهة مناوئة لحزب الله أين أصبحت هذه المساعي؟ صراحة يعني عملنا جهد كتير كبير بهالمجال بلش هالجهد على انه نحن كتكتل جمهوريه قويه كقوات لبنانيه تنازلنا عن حق حقنا بمرشح لرئاسه الجمهوريه نحن تكتل اكبر يعني وحدنا مع بعض اصدقائنا نطلع 23 24 نايب وحدنا وحدنا بقيه فرقاء المعارضه طبعا اقل من هيك فاذا بلشنا اعطينا المثل بنفسنا انه اوكي نحن خي نسونا خلينا نتفق على مرشح واحد هلا حولنا كثيرا قبل الجلسه الاولى وتوصلنا الى جمع اكبر عدد ممكن من الفرقاء المعارضين على اسم ميشيل معوض بس برضه للاسف انه فرقاء اخرين فضلوا ان يذهبوا باتجاهات اخرى اما بورقه بيضاء او بوضع اسماء اخرى محترمه بحد ذاتها ولكن ليس هنا بيت القصيد هنا اريد ان اتوقف لماذا قاموا بذلك باعتقادكم ما هي هيدا هنا 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 بيت القصيد الشعارات لا تطعم خبزا وال والكلام الكبير لا, لا يغني ولا يسمن اوكي ومحاوله الابتعاد عن كل الناس بما معناه مثلا البعض يطرح انه نحن نريد ان نكون خارج الصفافات خي شو يعني خارج الصفافات؟ من شو يعني, يعني ساعطي مثل حسي انه سمير قصير تتذكرين سمير قصير الصفافات والذين قتلوا سمير قصير الصفافات يعني من عده ناس سوا هو هودي الصفافات انه رفيق الحريري اصطفاف والذين قتلوه اصطفاف وبالتالي نريد ان نبقى بعدين ليست ليست هكذا يعني تعالج الامور أكيد أنك تتحدث عن التغييريين على ما أعتقد. بعض التغييريين. طيب هل يمكن أن يبرر لهم محاولتهم أن يكونوا أوفياء للشعارات التي أوصلتهم إلى المجلس النيابي؟ هم يعني كانوا ينادون دائماً بشعار كل يعني كلن ويريدون محاربة الطبقة السياسية برمتها يحملونها مسؤولية الفساد وبالتالي ما يقومون به اليوم هو أن يبقوا أوفياء لهذه الشعارات ويرفضوا أي مرشح. من الطبقه السياسيه المعروفه. لا 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 هون هون عده نقاط للتفسير، اولا نريدهم ان يبقوا اوفياء اوفياء وامناء لوعدهم للناس بتغيير شيء في حياتهم، يعني هم ليسوا اوفياء لشعارات فارغه، هم يجب ان يكونوا اوفياء للناس للبشر يعني بمعنى ان يغيروا شيئا في حياه البشر. من أربعة اشهر لهلا ماذا استطعنا جميعنا كمعارضه ان نغير في حياه البشر في لبنان؟ لا شيء بالرغم من انه نظريا لدينا أكثرية ولو بسيطة 65 او 66 صوتا فاذا الوفاء الفعلي يكون للبشر وليس لشعارات اصلا اطلقت بشكل خطا لانه مش مزبوط كلهم يعني كلهم مش مزبوط القوات اللبنانيه ليست كحزب الله والقوات اللبنانيه ليست كالتيار الوطني الحر وحزب الكتائب ليس كحركات امل والى اخره الى اخره الى اخره لا مش مزبوط هذه انه كل شيء ما بيسوى كل ما بيسوى واصلا هذا الشعار كشعار خطا هل نتمسك به على حساب ان نفعل شيء مفيد لحياه الناس اكيد لا وهنا بيت القصيد فمطلوب من من كل فرقاء المعارضه ان 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 يطرحوا على نفسهم السؤال السؤال الاتي انه ماذا يمكن ان نفعل لتغيير شيء في حياه الناس الذي ممكن ان نفعله هو ان نتفق على مرشح خارج السياق اذا بدي اوكي سيادي بالحد الادنى اصلاح بالحد الاقصى اوكي وان نطرحه جميعا هل عرضتم مرشح لديه هذه المواصفات عليهم طبعا اصلا بدانا بطرح ولا اسم عليهم نريد اسماء بس من كل فرقاء المعارضه يعني اسماء تتفق عليها كل فرقاء المعارضه وبالتالي بين اخذ ورد ورد واخذ فريق من فرقاء المعارضه لم يرد ان يتفاهم مع فرقاء المعارضه الاخرين اراد هو ان يذهب بخياراته هو بينما كما 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 ترين انه خيار ميشيل معوض القوات اللبنانيه اللي هي اكبر اكبر مجموعه بالمعارضه والكتائب اللبنانيه والحزب الاشتراكي ومستقلين وكتله التجدد كلهم كانوا معه. اذا اوكي كمان يجب ان نكون ديمقراطيين بالحد الادنى، يعني عمليا 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 اعتقد ميشيل معوض عنده 50 صوت عمليا بغض النظر عن قديش اخذها المرة لانه في ناس غايبين وفي ناس مسافرين، وفي ناس ما حبوا من اول مره يعطوه بس انه انا اتكلم عن ما اعرفه. مم. اوكي طب 50 صوت من اصل 60 صوت معارضه، وبالتالي العشر الاخرون عليهم ان يكونوا ديمقراطيين بالحد الادنى، ماذا والا انه ستبقى الامور على ما هي. هل استنفذت كل الوسائل لا. لاقناعهم ام لا تزال يعني المفاوضات لا جاريه؟ لا تزال المفاوضات جاريه واتامل ان نتمكن. حتى موعد الجلسه المقبله الذي سيكون خلال 15 يوم ان نقنعهم انه يجب ان نلتف جميعنا حول مرشح واحد وتبين اثرياء فرقاء م المعارضه ملتفين حول ميشيل معوض هل المرشح النهائي هو ميشيل معوض؟ نعم نعم بس حدا حدا يقول لي انه شو شو المشكله مع ميشيل معوض؟ يقولون المشكله انه يعني ميشيل معوض من ضمن الصفات شو من ضمن الصفات هل لديه المواصفات؟ ليكون رئيس جمهوريه ناجح أه نريد ايه نريد رئيس جمهوريه لديه اراء واضحه م. انه خارج صفات البعض يعتقد بانه مناوره تقومون بها من اجل تقويه موقفكم عند المقايضه عندما ياتي الاستحقاق فعلا انه يعني تقايدون من موقع يعني موزون لو لو صح التعبير موقع فيه توازن يعني سياسي صراحه لا صراحه لا خطتنا نحن نرى في ميشيل معود مرشح يستوفي الشروط المطلوبه في الوقت الحاضر، وبنفس الوقت كما قلت لك ميشيل معود ليس مرشح القوات اللبنانيه يعني تنقول انه مرشح الى اقصى حد سيادي واصلاحي لا مش مزبوط ميشيل معود بالانتخابات النيابيه الأخ الاخيره كان مرشحا مع كان متحالفا مع جماعه المجتمع المدني، لم يكن متحالف مع القوات اللبنانيه ولقد خضنا المعركه ضد بعضنا البعض وبالتالي اصلا ذهبنا الى ميشيل معوض كمرشح تسويه تسويه بالمعنى الايجابي للكلمه وليس السلبي ليش؟ لانه عنده المواصفات المطلوبه ولو الحد الادنى او الاوسط او المقبول من المواصفات المطلوبه ليكون رئيسا للجمهوريه وبالتالي اوكي وبعدين؟ هل وارد باي طريقه من الطرق ان يقبل الفريق الاخر فريق نتحدث عن حزب الله وحركه امل وغيرهم بميشيل معوض ام هذا غير مطروح؟ إذا إذا كانوا إذا كانوا جادين بما يقولونه عن انه يريدون التوافق فلنتوافق على ميشيل معوض، لما لا؟ أما إذا كانوا يقصدون بالتوافق رئيس لهم نصف هالرئيس، أكيد لا، نحن ما رح نقبل بهالحالة، لأنه نصف رئيس لمحور الممانعة معناتها أنه عوض بسلامتي، رح يكون عندنا رئيس لإدارة الأزمة. وبلبنان لا نريد رئيسا لإدارة الأزمة نريد لبنان لل... نريد رئيس للبدء بحل الأزمة ماذا هو إلا خراب ودمار طيب يعني رئيس مواجهة بهذه الحالة سم... سمي ما شئت نريد رئيس إنقاذ إنه إيه؟ طيب هل تعتقدون بأن... بأن حزب الله سيقبل برئيس ليس لديه فيه النصف إيه لا ما يقبل ويعارضه ويكون معارضة ما, فت... ما رأيت فترات طويلة نحن هلأ سنة ثلاث سنين بالمعارضة شو صار في يمرق ثلاث سنين او اربع ولكن سنة. المشكله انهم لن يعارضوا وانما سيعطلوا الجلسات ها. للجوء الى الشهور لا 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 هذا بحث اخر هذا بحث اخر اذا استطاعوا امرا الى تعطيل الجلسات فليفعلوا بس غير مقبول من بعد ما وصل الوضع لبنان للي وصل له انه اوكي حزب الله ما بده ما بده يعارض اوكي هذا حقه بس اكثر من هيك لا مش حقه ابدا هل تعتقدون بانه من مصلحته ان يكون هناك شهور؟ لا اقول من مصلحته ان يكون هناك شغور ولكن من مصلحته ان يكون هناك رئيس عائده يعني كما كان الرئيس عون يعني بيعمل اللي بده اياه فاذا مسعى الاول الان لحزب الله هو ان يكون لديه رئيس ليس برئيسا بالفعل لانه رئيس جمهوريه جدي لا يناسب حزب الله نحن كل ما نريده لا نريد مواجهه ولا نريد تحدي ولا نريد نريد رئيسا يكون رئيسا فعليا للدوله اللبنانيه اوكي طبعا حزب الله لا يريد رئيسا فعليا للدوله اللبنانيه يريد رئيسا له يعني مثل ما بيقول يعمل لا ما رح نقبل لانه اصلا هذا اللي وصل البلد لهون طيب في هذه الظروف المفارقة الغريبة بأنه يكثر الحديث عن تشكيل حكومة ونحن على أبواب نهاية العهد وهذا ما أكد عليه رئيس كتلة تحرير المقاومة بالأمس محمد رعد بالقول بأنه يجب الإسراع بتشكيل حكومة <applause> إلى ما يؤشر ذلك؟ هل لادارة فراغ يحرصون على انتاجه؟ طبعا انسه طبعا يعني ليس ظنا بتشكيل حكومه لاداره امور البلد كما يجب اكيد ليس ذلك لانه من بعد ما اصطدمت جهودهم للذهاب الى انتخابات رئاسيه بمرشح لهم اوكي لم يعد امامهم الا تعطيل الانتخابات الرئاسيه وهذا ما هم فعلوه اوكي وبالتالي عارفين انه واصلين على فراغ رئاسي وبالتالي بدون حكومه تدير الامور بوجود الفراغ الرئاسي بكل صراحه، والا والا انه اي عاقل يقدم على تشكيل حكومه نحن اليوم بتشرين الاول 3 تشرين الاول ب 31 تشرين مفترض ان نكون قد انتخبنا رئيسا، يعني اذا هلا شكلوا حكومه تروح على المجلس النيابي وتنال ثقه بدها بكون اجى رئيس جديد تسقط الحكومه. هذا ليس بمنطق وبالتالي كل الهدف من وراء الإصراع لتشكيل الحكومة الآن هو التحضير لملء الشغور الرئاسي لأنهم بصدد التحضير للشغور الرئاسي انطلاقا من عدم جهوزيتهم لخوض معركة رئاسية فعلية طيب وبموازاة ذلك أيضا يتحدثون عن نقل صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال شغر المنصب إلى الحكومة م. فيما لو حدث ذلك ما تداعياته؟ تداعياته تكون سلبية جدا باعتبار اولا بنكون من ما انتخبنا رئيس ولازم ننتخب رئيس وكما تبين رئيس الجمهوريه هو حجر اساسي في 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 عمل الدوله في لبنان اوكي من جهه ثانيه ستنتقل صلاحيات الرئيس الى حكومه كما هي كما هي في عليه في الوقت الحاضر يعني حكومه ليست فاعله وليست منتجه ولا تستطيع الاقدام على اي شيء وبالتالي نكون تقريبا بحاله ليست بحاله فراغ باستثناء تص... بعض تصريف الاعمال مم. الاداريه وبالتالي سيتدهور الوضع اكثر فاكثر يعني هذا احتمال كارثي على لبنان. مم. البعض حتى يذهب ابعد من ذلك بالقول بانه الفراغ يمكن ان يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وبدأنا نشهد بعض بوادرها اضطرابات أمنية ويتفاقم الوضع وعند إذن يتمكن حزب الله من فرض مرشح الضرورة لأنه يعني وصلنا إلى حد يجب أن يكون هناك رئيس بغض النظر عن مواصفاته هل تخشون من قدوم مرحلة مماثلة أم تعتقدون بأنها مبالغ أبداً فيها؟ أبدا لأنه ال ال الأزمة الحالية يلي صار لها ثلاث سنين كشفت تماما دور حزب الله في الوصول إلى الأزمة وبالتالي إذا حدثت اضطرابات اجتماعية وهي تحدث من وقت لآخر لا وأعتقد أنها لن تتخطى الإطار الذي تحدث فيه الآن إذا حدثت أكثر وأكثر أنه سيكون مطلب الرأي العام اللبناني والرأي العام العربي والدولي أنه يجب أن يأتي رئيس بعيد عن حزب الله لأنه يعني أصلا حزب الله هو وراء ما وصلنا إليه في لبنان <applause> انتقل معك الى قضيه ترسيم الحدود البحريه بغض النظر عن بعض الانباء التي تتحدث عن استقاله احد الفريق الاسرائيلي الا ان الصفقه على ما يبدو على وشك ان تتم بعد ايام قليله يعني كيف يمكن أن نفسر بأن حزب الله الذي دائما ما كان يعتبر إسرائيل العدو الغاشم وأمريكا الشيطان الأكبر سهل مهمة الشيطان الأكبر لإبرام صفقة مع العدو الغاشم واليوم يقول بأننا أجبرنا الاحتلال على أن يعطينا حقوقنا هلأ هي أول مرة بيسر فيها حزب الله بشكل منطقي يعني مش مش طول مش عطول. اكفايات الاوقات يتصرف بشكل غير منطقي انت تلومينه هالمره لانه تصرف بطريقه بطريقه منطقيه هو هذا التصرف المنطقي اني انه هناك اتفاق اوكي فيه مصلحه لبنان بغض النظر عن الباقي اوكي فيه مصلحه لبنان وبالتالي غض النظر عن القصه هلا بغض النظر عن عنتريته كل بقيه الحكي حكي على انه نحن اجبرنا اسرائيل تحت ضغطنا ان تذهب الى اتفاق ليش اصلا شو شو هو المطروح؟ ما اصلا هذا الاتفاق هو المطروح صار له 10 سنين وعم بيتم التداول والعمل من اجله انا بدي اذكر الجميع على انه خلينا نروح على الامم المتحده ونشوف شو شو هي حدود لبنان كما ارسلها لبنان الحكومه اللبنانيه في ذلك الوقت كما ارسلتها الى الامم المتحده هي الخط 23 اللي الان عم يصير اتفاق انطلاقا منه وهلم مجرة هلا شيلي عن طريق حزب الله يلي هاي للاستهلاك المحلي وانا بتاسف انه من بعد كل شيء صاير بالشعب اللبناني ان ان يتعرض الشعب لعمليه غش من جديد اما الباقي فايه اوكي في مشكله هونيك هالمشكله ما ما عم خلينا نتحرك بسهوله للاستفاده من ثرواتنا الغازيه والنفطيه، هلا التقى بظرف دولي معين خصوصا امريكي اوروبي معين، التقت حاجه كمان انه صار في حاجه دوليه على انه تنحل هالمشكله ومن وراء جهود الحكومه اللبنانيه اللي صار لها 10 سنين من وراء هالضغط الدولي وصلنا لهون، عظيم كثير منيح لهون، طبعا من يعرف بي بي بحقوق لبنان من هالناحيه هو الادارات اللبنانيه والتقنيين اللبنانيين هلا صاروا كل مواطن بعد الاوقات كل مواطن لبناني صار هو خبير بيحطلك لك خرائط وبيرسم لا الخط 29 لا الخط واحد م. خط 23 بالطالع بالنازل بالنازل بالطالع هيدا ليس طيب ولكن لماذا حزب الله يقبل يسهل هذه الصفقه ليه. بهذا التوقيت تحديدا هل فعلا لمصلحه لبنان لا ام لمصلحه ليه. ايران وخصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن ان هناك صفقه ما تمت بين ايران والولايات المتحده ايران قبلت بالافراج عن آه يعني رهائن امريكيين مقابل أن يتم الافراج عن 7 مليارات لها في بنوك قطر ومقابل أن ترفع إنتاج نفطها من 400 مليون برميل إلى مليون وثمانمائة هل راعى مصالح إيران أم راعى الحزب مصالح اللبنانيين هنا؟ لا لا هذه ولا تلك أنا ما بعتقد بقصة صفقة كبيرة بتبلش من أمريكا بتمتد لإيران مرورا بقطر وصولا لهون وعلى ضوء لا أعتقد حتى أشعار آخر ولا معلومات لدي عن هذا يا سبق اللي بعتقده هو التالي بالنسبة لحزب الله وطريقة عمل الدولة شو هي طريقة عمل الدولة؟ انتبه بالنسبة لحزب الله ما في شيء اسمه اصلاحات ما في شيء اسمه ترشيد عمل دولة، ما في شيء اسمه وقف وقف التهريب، ما في شيء اسمه وقف او او جباية الضرائب، ما في شيء اسمه من هذا، يعني عمل دولة بمفهومنا عمل الدولة بمفهومنا نحن مش موجود بلغة حزب الله، ما هو عيش على عدم وجود الدولة، اوكي. فإذا للخروج من المازق الحالي الذي بدا يضايقه في بيئته الحاضنة هناك حل وحيد انه ان ناتي بمزيد من الاموال اللي لبنان الدول العربيه سكر علينا والدول الاجنبيه سكر علينا ولبنان عمل ديفولت وبالتالي ما بقى في مجال دايما مطرح وهو بحاجه للمال مشان بيئته الحاضنه وسط رضا مشان بقية اللبنانيين فكر 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 الطريقه الوحيده انه ناخذ الغاز والنفط تبعنا هيدي هاي الخلفيه الاساسيه تبعه انه بنعمل اتفاق مع اسرائيل ولو مع اسرائيل ما شيء هلا اوكي بنعمل اتفاق بصير عندنا حقوقنا الغاز والنفط والحقول تبعنا اوكي بنجيب شركات من لازمون اياهم وبناخذ مصاري شو مسبق هذا تفكيره حزب الله بناخذ مصاري بس, بس هذا كله يتطلب يعني للبدء بان يحصل فعليا على الاموال يتطلب اعتقد يعني على اقل صح سبع سبع سنوات ب... طب من هلا لسبع سنوات, سنوات. كيف سيتدبر اموره؟ مشان هيك قلت لك بياخذ مسبق يعني بيجيب شركه اوكي بيلزمها افترضي بعد سبع سنين بدها تعطينا افترضي 20 مليار دولار تنفرضي هيك عبير من الابار 20 بياخذ منها مليارين هلا بيقول لك ليش تروح على صندوق النقد الدولي؟ طبعا حزب الله يخاف من كل شيء اسمه مؤسسات دوليه انه صندوق النقد الدولي امريكا مدري شو اسمها هي؟ امريكا البنك الدولي هو كذا ما ادري شو بده يبعد عنها هو كله سوا كيف؟ منين؟ مشان هيك مثلا كان متمسك بالرئيس سعد الحريري ليش؟ وحتى قبل منه الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري لانه هو كان يجيبوا اموال م. مش محبة فيهم بس يعني كانوا مصدر للاموال يعني حزب الله بده مصدر لا ينتهي من الاموال وهو بالداخل فاذا بس بطل في مصدر الاموال هذا مصدر الاموال الوحيد طبعا هو بيعرف انه بعد ست سبعة ثمان سنين تتبلش تدر اموال بس بياخذ مسبق هو هيك فكره طبعا لن نترك شيء من هذا القبيل ان يحدث عدا عن انه اي اموال تخرج من النفط والغاز يجب ان تكون في صندوق سيادي يحفظ الاجيال القادمه كما هي حال في 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 او اسوج او غيرها من الدول المتقدمه المتطوره التي تحفظ اموال النفط والغاز واي ثروه طبيعيه للاجيال القادمه هل تسهيله لذلك إلى جانب يعني هذه المكاسب يمكن أن يعزز موقفه باختيار رئيس الجمهورية في الداخل؟ لا أعتقد لا علاقة لهذه بتلك م. طيب انتقل الى الازمه الاقتصاديه التي يعني تتجلى بظاهرتين اساسيتين هذه الايام، قضيه قوارب الموت واقتحامات البنوك التي حدثت ايضا اليوم في حاره حريك. هل هناك اي عمل جدي على حلها ولو مؤقتا؟ يعني خصوصا بانه مثلا قضيه القوارب يحكي عن مافيا لديها غطاء امني وسياسي هي التي تدير عمليات التهريب. ما الذي يمكن فعله تجاه هذا الوضع؟ طبعا يجب معالجه هذه التفاصيل اذا كان هنالك جديا من مافيات يجب معالجتها بس ما هي كلها ظواهر للازمه هي يعني سبب الازمه؟ يعني تصوري انه كم الوضع صعب على المواطن اللبناني لكي ياخذ على نفسه مخاطر بنسبه فوق ال 50% بس يهرب من الواقع الصعب، فاذا علينا معالجه الواقع الصعب إذا رحتي طيب اليوم ما مافيا من مافيا التهريب ولازم هيك يصير، بك بيطلع 10 مافيا تغيرها، يعني إذا هي تجارة مربحة، وإذا الناس بهالحالة من الضغط بالداخل اللبناني رح يضلوا يفتشوا على وسيلة وسيلة تيهربوا من الوضع بلبنان، أنت فتشي على هاي هل يعقل إنه من ثلاث سنين لهلا يعني من وقت ما أعلنت الأزمة ولا أي خطوة إصلاحية؟ هنا تكمن المشكلة. قارب قوارب الموت أو اقتحام المصارف هذه بعض عوارض المرض، بس المرض الفعلي انه لديك حكومه ورئاسه جمهوريه لا تفعل اي شيء ومثل ما هن عم بيخططوا ما بدهم يعملوا شيء اكثر شيء حاطين عينهم على الغاز والنفط مش انت مصرياتهم ويصرفون بنفس الطريقه يلي انصرفوا فيها كل المصاري اللي كانوا عندنا من عشر سنين لها دكتور جعجع بغياب تقريبا المبادرات المتعلقه في لبنان صدر بيان سعودي امريكي فرنسي، هل يمكن ان يشكل بطريقه ما عامل ضغط من اجل كل الاستحقاقات الداخليه ام تستبعد ذلك؟ عامل ضغط بالمعنى الفعلي للكلمه اذا توقف الامر عند البيان كبيان كلا طبعا احسن من بلش وكثير منيح انه يصير في اعلان مبادئ ما، اعلان مبادئ بروح بي باتجاه انه قيام دوله في لبنان هذا المهم بس اذا تتابع بخطوات عمليه انه ممكن بس برضه تبقى المسؤوليه الكبرى على المجموعات السياسيه اللبنانيه الداخليه بالاخص بالوقت الحاضر على الكتل النيابيه اذا الواحد تعرفي شو بقول مثل القوم يا عبدي تقوم معك اي قوه دوليه بها تساعدك او اي قوه عربيه اذا انت ما عم تعملي شيء لحالك من ثلاث سنين لهلا الازمه معلنه ولا خطوه اصلاحيه كيف بدك دول العالم تساعدك قد ما بدك فيهم يكون عندهم نوايا حسنه تجاهك ويجربوا يساعدوك بس ما راح يقدروا يساعدوك لانه انت ما عم تساعدي حالك، المطلوب هلا هلا في هذا المفصل بالذات من كل الكتل النيابيه ان تعي انها هي المسؤوله ليست فرنسا ولا الدول العربيه ولا امريكا ولا اوروبا ولا احد، هي المسؤوله بالدرجه الاولى عن الوصول الى انتخابات رئاسيه الى رئيس يحمل حد معقول من البعد السيادي والحد الاقصى من البعد الإصلاحي ويبلش بالاصلاحات لك كيف بالاخص الدول العربيه انه بترجع بتهتم بلبنان وبتساعده والدول الاجنبيه كمان نفس الشيء مزه الا لا التطورات في الداخل الايراني كيف برايكم يمكن ان تنعكس على لبنان ونحن نتحدث عن ان ايران هي عرابه احد الأفرقاء الاساسيين في لبنان حزب الله هي عرابت اكثر من هيك يعني عرابت حزب الله في لبنان وعرابت بشار الاسد في سوريا وعرابت الحشد الشعبي و و و, و... اللقاء في العراق وعرابت اليمن الى اخره. اولا ما لفتني في في التحركات الاخيره في ايران هو ليس البعد السياسي فيها صراحه وخصوصا من بعد ما شفت على وسائل التواصل الاجتماعي شفت أنشودي لشاب ايراني مؤثره جدا وكانه بدات حرب ثقافيه اجتماعيه في ايران يعني اصبح الامر ابعد بكثير من السياسه يعني هناك مشكله مشكله ثقافيه اجتماعيه معيشيه يعني هي هي الاساس وهذا ملفت ويجب ان نتوقف جميعا عند هذه الابعاد لما يحدث الان في ايران مش ناخذها بس بابعاد استراتيجيه انا اعتقد ان من هم بصدد التظاهر داخل ايران لا يعون الابعاد الاستراتيجيه المشلي بس عندهم مشكله ثقافيه يقول في اغنياتي اتمنى ان يطلع عليها يعني كثير من الناس شاب ايران ما بعرف اذا اطلعت عليها بس عنده انشوده ومن تحت راسها هلا حطوه بالحرس للاسف بايران بيقول انه نحن طيب انه بدنا نضل بدنا نضل خايفين على اماتنا واخواتنا اذا مشوا بالشارع واذا الحجاب تبعهم مش محطوط منيح وبدنا نضل ما نسترجع نحن وصديقاتنا نمشي بالشارع وبدنا نضل نقوم كل يوم ما نعرف لقمه الخبز بدنا نجيبها وبدنا نضل كل يوم ما نعرف اذا رح يجينا مي الى اخره الى اخره وبالتالي انا شفت هالانشوده هذه بتعطي افضل تعبير عما يجري داخل ايران وهو مشكله ثقافيه اجتماعيه معيشيه هاي بالدرجه الاولى بالدرجه الثانيه طبعا يعني ايران دوله كبيره في المنطقه وحجم استراتيجي وبالتالي اي شيء بيصير ايران راح ينعكس على كثير من الدول غيرها وبالاخص على لبنان بس علينا انتظار الان ما يجري داخل ايران وما ستؤول اليه حركه الشعب الايراني الحاليه شكرا جزيلا لك رئيس حزب القوات اللبنانيه يهلا. الدكتور سمير جعجع على هذه المقابله يا هلا يا هلا وعوده مشاهدينا الى استوديوهاتنا في دبي شكرا جزيلا زميلتي